أهلا، مساء الخير حبايب قلبي. رح نعمل حلا، والحلا جدا سهل. بس كل اللي أحتاجه كراسون وشوية مكسرات أو فستق. أنا صراحة اخترت الفستق لأنه بالنسبة لي أنا المفضل، فأنت تقدري تختاري اللوز أو البندق. باللوز أو البندق حيطلعوا مرة لذيذين. فعندي هنا في الفرامة هذه راح احط، لانه كان بيعكس فانا كنت حذره انه ما يعكس، احط كوب من المكسرات او الفستق، او عندك تقدري تحطي جوز او لوز، انت حره. احط عليها ملعقتين من سكر البودره، ملعقه وسط من النشا، واحط عليها زبدة. في فرامة كمان قلت لكم راح أحط الزبدة، تقريبا عندي ملعقتين زبدة، والزبدة مرة مهمة هتعطيني طراوة للخليط. راح أخلطها أو أفرمها فرم ناعم. طيب كده كفاية عليها. ايش المهم عندي؟ انها تكون بهذه الطريقة، تكون لينة، ما تكون زي البودرة، لا ما ابغاها كده، ابغاها لينة. فالمفروض انا ازيد كمية الزبدة اكتر، المفروض ازيد كمية الزبدة، بس خلاص انا اشوف ملعقتين كده كفاية، كويس عليها كده. هذه الليونة الزبدية، راح أحط 5 قطع من الجبنة الكريمي، 5 قطع كفاية، وأحط عليها نص علبة قشطة، أو خلونا نقول ملعقتين من القشطة. ممكن تستخدمي بس قشطة عادي كمان. وأحط فانيليا، وأحط عليها ملعقة من سكر البودرة. ممكن أحط الخليط ده بالخلاط، بس أنا كده أبغى أسهلها وأخليها بالشوكة. طيب الخليط هنا عندي خلاص تمام كده، ما راح أخلطه أكثر من كده، خليه زي القطعة كده، حيعطيني كمان طعم لذيذ. فراح ابدا احطه في الكيس الحلواني. هنا عندي قطعة الكرسون الميني، هذه انا اخذتها من الدانوب. ف شوفوا انتم ايش الكرسون اللي يعجبكم وخذوه. انا بالنسبه لي اشوف حقه باندا حلو، وحقه دانوب كمان لذيذ، بس حقه باندا اطعم صراحه، اللي توفر عندي لي. فأنا فتحتها بالطريقة هذه، نثبت الكاميرا، أنا فتحتها بالطريقة هذه. راح أخذ جزء من خليط الفستق كده، ممكن يعمل ساندويتش، وأحط عليه كمان من خليط الشيز كيك، بس كده كفاية. واحطه وأسوي اللي بعدها نفس الطريقة. ترى يا بنات هي أصلا المفروض تنعمل باللوز، بس أنا قلبتها على فستق، فباللوز مرة لذيذة، وكمان لو بالبندق يا سلام. أشيل الكرسون وأحطه بالفرن على حرارة 180 أو 200 مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة، وأبغى أحمرها بعدين من فوق. هذا الكرسون خلص ما شاء الله،
ريحته شكله رهيبين. حمرتهم من فوق، اعطيتهم تحميره حلوه، وراح احط عليها شيره. فالشيره ما راح اكثر، بس شيء بسيط. لأن السكر اللي جوا الحشوة مو كثير، فنشربها شيرة شوية، شيء بسيط بس كده كفاية. أحاول كده أوزع الشيرة، والمفروض تكون الشيرة أقل من كده، بس خلاص هذه الموجودة عندي. رش عليه فستق اكيد. واذا عندك باقي من الخليط اللي حطيتيه جوا، خلينا نحط شيء بسيط. كمان بقي عندي من الحشوة اللي هي حشوة الفستق، فحطيتها على كيس هذا وفردتها، بدأت أقطعها كده، حطيتها في الفريزر تبرد عشان حابة أزين فيها شكل قلوب. هذا أصغر قالب عندي، راح أحطها كده. يعني هو عشان زايد، مو يعني شيء مرة رهيب، بس زايدة عندي، فما حبيت إني أنا أرميها صراحة. خلينا نشوف واحدة كده، ما شاء الله. يعني نقدر نقول كرسون بقلاوة تشيز كيك، كل النكهات كده حتكون في قطعة واحدة، رهيبة ومقرمشة رهيبة. يعني أنا صايمة بس صراحة تجنن. يعني